نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه: إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، هل يشترط لاستعمال آنية الكفار ألا نجد غيرها؟ هذا حديث أبي ثعلبة يشاهدونهم يطبخون فيها الخنزير، لذلك احتاط الرسول صلى الله عليه وسلم لهم. أما ما لم تشاهد فيه فالأصل أنه مباح وأنه طاهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لأن أبا ثعلبة يعيش في الشام في نصارى. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.